ومعظم الأحيان عم بيكونوا اثنيناتهم الكادر. محمد الأحمد بين مراد وواهن في الحجرة ينتقم للشيء اللي صار معه. فرجيني ايديك أمي جاهوكي. بعد النجاح الكبير اللي حققته شخصية هادي بلا الموت، راح يطل محمد الأحمد على الجمهور العربي بمسلسل الحجرة بدور جديد، أو بالأحرى بدورين. راح تتفاجأوا كتير بالتغيير بين الشخصيتين. مراد دكتور أسنان، وواهم هو الفكرة اللي براسه، هو الهيرو تبعه، هو البطل اللي بيحب يشوفه، اللي بيحب يكون مثله. الدور عم ياخذنا لأماكن كتير حلوة وكتير صعبة نفس الوقت على الممثل يعني، وعلى على الجميع. خبرنا عن اللوكات، يعني كل شخصية لها لوك خاص بيشبهها. تماما، يعني الدكتور مراد طبيب أسنان في عنده كتيب معين، عاملين شيء ظريف، وواهم فكرته رايحين بالسواد بالظلام أكتر. يعني أنا عم بشتغل دور واهم، بس ماني قدران يعني اكشف الشخصية أكتر من هيك. وهالعمل من إنتاج فالكن فيلمز اللي بيتولى إدارتها رائد سنان. عم نشوف بالأجواء مسلسل غريب وجديد وهيك، يعني مش متعودين كتير عليه. مزبوط، يعني بالعادة معظم الأعمال عم تنزل يعني هي أعمال ثنائية، يعني فيها قصة حب مع أو قصص اجتماعية. نحنا قصتنا شوي مختلفة، يعني شوي مميزة. يعني هذا اللي عم نحاول نعمله كفالكون فيلمز، دايما عم نفتش على ورق يكون يعني ما كتير معمول منه بالسوق. It's a crime drama، يعني قصصة درامي بس بيحكي عن تيمة الانتقام. يعني البطل بصير معه حادثة، ما فينا نحكي كتير تفاصيل عنها. هذا الحادث اللي بتصير معه هو راح يعتبر انه العدل ما اخذ مجرى. طبيعة الحال لما يكون في حدا، مثل ما بصير دائما مجتمعاتنا، لما حدا يحس حاله ما اخذ حقه بده ياخذ حقه بطريقه تانية، وهذا الشيء راح يدفعه لا ياخذ حقه او يعمل ينتقم للشيء اللي صار معه بطريقة ممكن حتى تتخطى فينا نقول الحدود يعني. ففينا نقول انه دايما محمد عم بيتجه على الادوار الجديدة المركبة الصعبة ومش على السهلة والبسيطة. هلا صراحة انا ميال للشخصيات الصعبة، يعني تستفزني انا كممثل، حاول دور على حلول ماني عاملها قبل. هذا لا يعني انه انا ما بعمل الكل او ما بحب اشتغل الادوار البسيطة القريبة السهلة، يعني ميال لهذا وميال لهذا، ولكن في مادة بتستفزني فبروح فيها لمكان تاني، بروح فيها للأقصى. يعني هذا النص هيك، يعني إن كان على سبيل الأداء كممثل وإن كان على تعاطينا مع المكان، تعاطي الشخصيتين مع بعض. نحن عم نلعب شخصيتين صعبين بالحقيقة، يعني جهد علي كتير كبير لأنه عم بيتم تبديل المكياج والكاركتر والشكل وحتى النفسية. ومعظم الأحيان عم بيكونوا اثنيناتهم الكادر يعني، فتخيل هذا الشيء. هذا الشيء صعب بالنسبة للممثل وصعب بالنسبة لكروت التصوير يعني. وصحيح أنه هالمسلسل ما فيه ثنائية بين ممثل وممثلة، إنما بيجمع عدد كبير من نجوم لبنان وسوريا مثل عمار شلق، وسام فارس، نور علي، ريم خوري، هادي أبو عياش، دارين حمزة، ونهلة داود. ومن الطبيعي مع هيك فريق عمل وتقنيات تصوير تكون ميزانية المسلسل مرتفعة، مع أنه مسلسل قصير رح نتابعه على إحدى المنصات. أكيد حيكون على منصة، يعني منصة عالمية إذا كانت بالشرق الأوسط أو حتى برات الشرق الأوسط. ما فيني أقول لك وين حنعرض، لأنه أنا بطبيعة الحال أنا هذه طريقتي، أنا بعمل عمل بصوره، بعد ما صوره بعرضه على القنوات يعني على المنصات. هذه بتعطيني حرية أكتر أنه يقدر المنصة تشوف محتوى العمل، لا تقدر تقايمه أكتر ما أنه يشوفوه من خلال السكريبت يعني. لأنه قد ما حكيت لهم عن ضخامة العمل ما حيتأكدوا إلا ما يشوفوا بعينهم، لأنه المسلسل يعني ميزانيته ضخمة جدا، يعني تخطط ميزانية مسلسل 30 حلقة، يعني رغم انه هو مسلسل قصير يعني.